السلام عليكم خوتي المغاربه. اليوم كاين المفاجاه، ان القميله طابت. ابا جلال شنو رايك؟ انا معكم ومرحبا بكم اخوتي المغاربه. مرحبا بكم اسيدي. دابا نعم اسيدي، الطبق ديالنا وجد الحمد لله، الليله ديالنا وجدت والامور اخوتي المغاربه ندوزو للتذوق. القميله طابت الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، بسم الله على ما قسم الله. الحمد لله الحمد لله، اللهم اجعل. نعم سيدي حمزه، ها القميله طابت وسيدي وندوزو للتذوق ونتغداو ان شاء الله باذن الله السميع العليم. ماكله زوينه شليضه خوتي المغاربه، غنزيد لكم حتى حدا الكاميرا باش تشوفوا الشليضه هذه. هذه الشليضه بلديه هنا، اللي بغى ياكل شليضه بلديه على حقها وطريقها خوتي المغاربه، ها الشليضه البلديه د عمي ناصر. يا هذه شليضه واعره هذه. دوق دوق اخويا جلال دوق. يا بسم الله، وعطي لسميتو تتسالي سميتو. حمزه، السي حمزه. ها هو يدوز لها. بسم الله خوتي المغاربه، غادي نهزو طريفات ديال الدجاج. الحمد لله بسم الله. الطريف الاول، الطريف الثاني، الحمد لله. انا خوتي المغاربه ما طابت تبارك الله، طريقها وشربت القهوة، شربت الكوكوت هذاك الشيء على حقه وطريقه، شربت أمها زوينة تبارك الله المريق. وحقكم في الجنة والمغاربة، والله إلا حقكم في الجنة. دابا راه شي وحدين راه دايخلهم الأمر تيقولوا كيفاش كيف الاعداء النجاح. ياك اخويا جلال سيدي، مرحبا بهم. شوف كنا خوتنا، كنا مغاربه، واليد في اليد، ديما التضامن والطمئنان. الحمد لله وبلادنا الامان والسلامه. وعاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش محمد السادس. ديما حبيبي النهار مبارك مسعود، ويجا عندنا السي ناصر الدين. ناصر الدين زين حبيبنا وخونا وصاحبنا، جزارنا ناصر. هذا النهار مبارك سعيد، هذا النهار. وهذا الشيء جلال راه ما خلاه عباد الله ما يقول. اسيدي شوف، الحمد لله بلادنا بلاد الخير والخمير، ومرحبا ومرحبا في طريق صفرو. عين البيضاء، عين البيضاء. نعم اسيدي، نعم. ودا حمزه، شوف شوف هذا النهار جا عمك ناصر عندنا. ها يا كي قال بنادم وفرحنا به، خونا وحبيبنا صاحبنا. شويه من المريقه هنا خاص منا لاصوص. الله يجازيكم بخير. شويه ديال لاصوص نقص منا. نجيب امورات مزيانه، واجيو تغداو معنا خوت. اسيدي مرحبا بكم، نوريكم الطويجين. والله ما انا ما وريتكم بالله. الطويجي نوريهم الطويجي. هانا هانا الشرفه، ها انتم اخوتي، ها هانا المغاربه، مرحبا بكم. ونهار غليظ هذا، هانا زيد السي جلال. هانا مرحبا، والله الا امي كلا واعره. اصبع عندي خليه خليه يجي ياكل. مرحبا به. مرحبا خوتي المغاربه، واحد مشقة نفوس باش طابت لنا القميلة. الريح كاين، البرد، الريح، وما عندنا ما نديرو. ولكن الحمد لله تخطينا الوضعية الصعيبة، رحنا دزناها. بسم الله السي جلال. بسم الله. بسم الله. خوتي المغاربة حقكم الجنة. بسم الله. حقكم الجنة بسم الله. بسم الله. نسولو سي جلال، طبق رائع، شنو رايو؟ طبق رائع والجديد والبنا حلاوه، وزيت البلديه كملتها احسن حاجه. ممكن ناخذ الايدن ديالك؟ نعم. بغيت نسول الابن ديالك. قول. شفت تقول سميتو له؟
الجمهور المغربي. كي جاك الطياب دوروا شكل الكاميرا وشوف فيهم. وغوز باش يسمعوه. لا مزيان قولوا زوين. لا وتدوخ بعد دوخ مازال ما كليتيش. دار. شوف لا قول الصراحة. قول كي جا. ولا كان لا جاك زوين قول لي جاك زوين. قول. جاك زوين طابع. ها؟ انا غندي واحد النصيحه للعيالات المغربيات مساكن بعد شي وحدين ضايح تلعبوا ما تعرفوش يطيبوا بعد شي بنات الا بغاو يتعلموا يدخلوا لهذا الفيديو ديالي وشوفوا الطريقه كي درت طيبت ومرحبا وديروا لايك وديروا ابوني هذا طبق مع المانجو طبق طالع زويون عندنا التذوق هذاك الشيء رائع طبيعي أكلة طبيعية ومكلة ماكلة زوينة وجديدة وهادشي شباب بسلامتكم كونوا معانا لا ما تقطيش الشلاضة الشلاضة تقطعها زوينة سي حمزة شلاضة بلدية ذوق الدجيجة معايا زوينة قولوا شوفوا الدجاج واش طايب ولا ما طايبش طايب يا حمد الله الحمد لله اللهم كان عمرك الحمد لله يا ربي نشكرك على هذه النعمة اللي عطيتينا جالسين عند خويا بي مرحبا في هذه النزاهة مرحبا ديال مدينة فاس اياه مرحبا مرحبا بكم المراكشيين اياه وبيضاوة مرحبا بكم في مدينة فاس المغاربة كاملين كل والمغاربة كلكم مرحبا بكم مرحبا مدينة فاس جات لذيذة تبارك الله عليك. لا داكشي زوين ولا قبيح؟ شي حمزة قال لك زوين. أحسن حاجة وهو الإنسان يكون مرتاح. مرتاح ويشمشق هواء نقية وفي الطبيعة بحال هكا كتحلى الماكلة كتحلى القصة الزوينة ومع الوجوه الزينين. ولكن راحة البال هو كلشي. ماشي بطبيعة الحال. لما كانش راحة البال ما تكون حتى شي حاجة. طبق ديال 10 الناس تبارك الله ياكلوا اللهم لك الحمد هادشي كلهم فضلهم عند الله ربي كبير قبل لا تندوقوا جرو القانع واحد الحيوان شم ريحة الطياب مسكين تا هو بغا ياكل كل مرحبا به كي جاك الطياب ديالها سي جلال بلا نفاق بلا كذا بلا والله الا كليله زوينه بنينه بلا يا انا راني عاد كنت كليت درت كاس كروت وانت تبارك الله وشهيت حمزة ياك حمزة كل الحيمة قسم الحيمة
يكون غير خير. ربي كبير فينا الله تعالى، ربي كبير الحمد لله. ما دايرين مع شويه ضياف؟ ما جاوش ما كتابش، ما جاوش ما مساليينش. هو كتب الناظر رزيق بوحدنا بارك علينا. عيناهم ما جاو شيء، عيطنا لهم عيطنا لهم قال كبروا. إذا شاط شي حويجه إن شاء الله نخليوها نتحشاو بها. أييه الشغير كي قلتي عيطنا لهم قال كسيدي احنا شي شغير نطالعهم. الجو تقلب. الهواء